انا عندي الفعل بيجي نوع من الاثنين، يا الا مجرد يا الا مزيد. انا مثلا بقول خرج، خرج ده فعل مجرد عادي فيه 3 حروف، ه ر والجيم. المجرد يعني ايه مجرد اصلا؟ يعني انا ما اقدرش استغنى عن حرف من الكلمه. يعني عندي مثلا كلمه لعيبه، عندي مثلا كلمه لعيبه، ينفع اشيل منها حرف ب او اللام او العين؟ ينفع استغنى عن حرف من حروف كلمه لعيبه؟ كلمه لعيبه ايه يا نور؟ ما اتكلمتش امس. تمام. كلمة لعبة عندي مثلا حرف اللام، ينفع اشيل حرف اللام واخليه عب، او اشيل حرف العين يبقى لب، او اشيل حرف الباء يبقى لع؟ لا، كلمة أصلية فيها 3 حروف، هو ده المجرد، ان يبقى عندي 3 حروف او 4 حروف ما ينفعش ان انا احذف منهم حاجة. زي مثلا كلمة زلزلة، زلزلة ما ينفعش اشيل منها اي حرف. عندي مثلا كلمة خرجة، عندي مثلا كلمة فتحة، عندي كلمة مثلا كلمة نعم. بس هو انا هناخد ايه عشان هناخد اجيب ايه؟ الفعل المجرد والمزيد يا محمد. تمام. فالفعل الفعل المجرد اللي هو بيبقى عندي 3 أو 4 حروف أصليين، ما ينفعش إن أنا أستغنى عن أي حرف منه، زي كلمة لعبة، زلزلة، خرجة، فتحة. ما ينفعش ان انا اخد منهم حرف او امسح منهم حرف، لا، هي كلمه اصليه ما ينفعش احذف منها اي حرف، بسميها ساعتها مجرد. بسميها ساعتها ايه؟ مجرد. نعم. مين بينادي؟ تمام. ممكن انا سمعت صدى صوتي ولا حاجه. تمام. يبقى عندي الفعل المجرد هنا بيبقى فعل الا ثلاثي الا رباعي، بيبقى حروفه اصليه، ما ينفعش ان انا يعني ازود، يعني بيبقى حروفه اصليه ما ينفعش ان انا احذف منه حرف من الحروف. زي ما انا عندي كلمه اهي، فتحه، نصره، زلزله، زخرفه، هنا الحروف ما ينفعش امسح منها اي حرف، ما ينفعش مثلا من كلمه فتحه امسح الحاء او امسح التاء او امسح الفاء، يبقى ده بسميه فعل مجرد عشان هو حروفه اصليه. حروفه ايه؟ اصليه، ما ينفعش ان انا احذف منهم اي حاجه، بسميه فعل ايه؟ مجرد. فعل ايه؟ مجرد، ما ينفعش ان يتحذف منه اي حاجه. بيبقى يا الا ثلاثي الا رباعي، يعني 3 حروف او 4 حروف، زي مثلا فتحه ونصر ده كده 3 حروف، زلزله وزخرفه كده 4 حروف، بسميه ساعتها المجرد. ده في اي صعوبه المجرد؟ سهل خالص. تعالى كده نشوف مثلا مثال. يلا يا نور. رفع جنودنا البواسل العلم فوق ارض سيناء، هنا فين الفعل؟ رفع تمام. ده فعل بقى ايه؟ ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي. ثلاثي مجرد، ما ينفعش نحذف منه اي حرف. ممتاز. طيب يلا يا ياسين. ماشي. الطلاب يكتبون الدرس، هنا فين الفعل؟ يكتبون يكتبون. يكتبون دي اصلها ايه؟ بنرجعها للماضي يكتب اللي هو ايه؟ يكتب لا، يكتب ده مضارع، عايزه ماضي بقى ايه؟ كتب. كتب. طب كتب ده فعل ايه؟ ثلاثي ولا رباعي؟ لا، ثلاثي. ممتاز. طيب يلا يا محمد. رقم 3، وسوس الشيطان للإنسان، فين هنا الفعل؟ حاضر. وسوسة. وسوسة. طيب قصدي ده الشيطان. ثلاثي ولا رباعي؟ قلت فعل ولا فاعل؟ لا، أنا عايزة الفعل، فعل وسوسة. فعل ثلاثي ولا رباعي؟ رباعي. رباعي، 4 حروف. طيب لما الاقي كلمه عندي مثلا، اقول لك مثلا يلعبون، لو لقيت الكلمه مثلا كلمه عندي جمع او فيها فعل مضارع، برجع الكلمه عندي المفرد وتبقى ماضي، يبقى اصلها ايه؟ لعبه، عشان اعرف ساعتها هي ثلاثي ولا رباعي، مجرده ولا مزيده. لسه هقول لكم على المزيد. المجرد ده اللي هو خلاص عرفنا ان هو حروفه اصليه، ما ينفعش ان انا ايه امسح منهم اي حرف، عشان اعرف الفعل اللي قدامي برجعه للماضي. يعني مثلا لو قلت يا نور كلمة يذهب، الماضي بتاعها ايه؟ ذهب. ذهب. كنا شلنا ايه الفعل المضارع، فبخلينا للماضي ذهب، اللي هو كده بقى ثلاثي ايه من حرف 3 حروف. طيب يا ياسين، لو قلت مثلا يقول، اصلها ايه؟
يكون كان، يبقى دي فعل يقول ثلاثي. قول، يقول أصلها قول يكون ماضي. قال، انا سمعتها كان، معلش يكون، معلش سمعتها يكون. تمام. طب هقول لك كلمة هتقع تانية، مثلا يقرأ قرأ فعل ثلاثي. فعل ثلاثي. ممتاز. طيب يا محمد بقول مثلا يبحث، الماضي بتاعها يبقى ايه يا محمد؟ حاضر، الماضي بتاعها فعل ماضي مرفوع، يبحث، انا عايزاك تجيب لي من يبحث فعل ماضي تقول لي ايه. قصدك يعني مثلا يبحث عن لا يعني هو مثلا حاجة. اقول لك يبحث تقول لي بحث، الفعل الماضي بتاعها بحث. اقول لك كلمة تانية مثلا اقول لك يلعبون تقول لي لعبة، يبقى هتقول لي اصل الكلمة ايه. هقول لك مثلا كلمة يجتهد اصلها ايه. اجتهد. اجتهد. ماشي. قلت لك مثلا يسأل، الماضي بتاعها ايه؟ سأل. سأل. طب كده ده ايه، ثلاثي ولا رباعي؟ الماضي ولا الفعل؟ الفعل الماضي اللي احنا نقول سأل ده فعل ماضي ولا رباعي؟ قصدي فعل الماضي ده ثلاثي ولا رباعي؟ رباعي. سأل، 3 حروف اهي، سأل، يبقى ثلاثي. انا بعد الحروف اللي قدامي. طيب زي ما مثلا يا نور يزخرف اصلها ايه؟ زخرفة. زخرفة. طيب ده ايه، ثلاثي ولا رباعي؟ باي. رباعي. ممتاز. يبقى الفعل المجرد اللي احنا قلنا حروفه تبقى أصلية، ما ينفعش انا احذف منها اي حرف، بيبقى يلا 3 حروف يلا 4 حروف. زي عندي اهو، فتح المصريون ابواب الحرية، فتحة هنا فعل ماضي ثلاثي مجرد. يعني ايه مجرد؟ يعني ما فيهوش اي حرف زيادة. نصر الله عباده المؤمنين، فعل الفعل هنا ايه، نصر، فعل ماضي ثلاثي مجرد. قلنا يعني ايه مجرد؟ يعني ما فيهوش اي فيه حروف زياده. زلزله هنا فعل رباعي مجرد، ما فيهوش اي حروف زياده. زخرفه فعل رباعي ما فيهوش اي حروف اضافيه، فعشان كده قلنا مجرد. يبقى انا عندي الفعل المجرد مقسوم لاثنين، يا الا ثلاثي يبقى 3 حروف، يا الا رباعي 4 حروف. لغايه هنا في اي حاجه؟ فاهمين لغايه هنا؟ ايوه يا مس. تمام. طيب ايه تاني غير الفعل المجرد؟ اكيد في فعل تاني، في اسمه فعل بقى المزيد. المزيد ده بقى اللي انا بزود فيه حروف، ما يبقى يبقى في حروف زياده فيه، اللي انا ممكن اشيلها بعد كده، تبقى داخل على الكلمه حروف زياده مش من اصل الكلمه. يعني انا هنا فوق قلت لك مثلا اصل الكلمه ايه، فتحه، ما ينفعش احذف اي حرف، لكن الزياده دي ممكن الحروف دي احذفها عادي. عندي مثلا ايه، اخلص المصريون في عملهم، هنا زود لي في الاول ايه، الهمزه، المفروض اخلص اللي هو ايه، اخلص، الماضي بتاعها اخلص اهي، اخلص، زود لي من فوق همزه، هي المفروض تبقى ايه في الاول، اخلص من غير الهمزه. يبقى ده من زياده بايه، بحرف، بسميه زياده بحرف اللي هي الهمزه دي، زودنا حرف. او في المثال التاني مثلا، ناقش المعلم تلاميذه في الدرس، الفعل هنا ايه، ناقش، ناقش جايه من ايه، ناقش اهي، المفروض اصلها ايه، نقش، ليه من غير الف، انا كده مزود لها حرف ايه، الف اللي هي بعد النون. طيب عندي كل الجمله الكلمه التاليه، شرف العلماء المصريون بلادهم، شرف لو واخدين بالنا الريح عليها ايه، عليها شده، يبقى هنا ضعفنا الحرف، فبقى بدل 3 حروف بقى اكنه 4 حروف، يبقى كده زودناه حرف. يبقى انا عندي الثلاثي ممكن ازوده حرف، يا الا همزه في الاول، يا الا الف، يا الا ان انا اضعفه احط عليه شده، يبقى ده الثلاثي مزيد بحرف. الثلاثي مزيد بايه؟ بحرف. يبقى انا عندي اخلص، ناقش، شريفه، ده كده ثلاثي مزيد بحرف، زودت حرف واحد بس على الثلاثي. طيب انا ممكن ازود اكتر من حرف، او ممكن ازود حرفين، يبقى الثلاثي مزيد بحرفين. زي مثلا انطلق، انطلق اصلها ايه، انطلق ده انطلق، زودت انا حرف ايه، الالف والنون في الاول، فخليتها انطلق. انتصر اللي هي المفروض ايه اصلا، واخدينها فوق اللي هي نصر،
زودنا حرف حرف حرفين ايه؟ الالف والتاء. انتصر. اخضر زودنا حرفين اللي هو ايه؟ الالف في الاول والشده اللي على الري، يبقى الف وشد، الف وشد او الف وتضعيف. تقدم زودنا التاء اللي هي اصلها ايه؟ تقدم قدم. زودنا ايه؟ زودنا التاء في الاول والشده إيه على الدال. تعاظم زودنا ايه؟ التاء والالف اصلها عظمه. يبقى هنا الكلمه بدل ما تبقى اصليه بثلاث حروف او اربع حروف انا بزودها. فبدل ما اقول ثلاثي مجرد، لا هقول ثلاثي مزيد، انا مزوده فبسميه مزيد. ممكن ازوده بحرف زي ما شفنا في الاول، اخلص وناقش وشرف، ممكن ازوده بحرفين زي ما فانطلق وانتصر واغدر وتقدم وتعاظم. ممكن ازوده بثلاث حروف اللي هو الف والسين والتاء اللي هو استغفر، اصلها ايه استغفر؟ غفر. زي ما اقول مثلا استجاب، كلمه استجاب اصلها ايه استجاب؟ جاب، من غير الالف والسين والتاء. لما الاقي الالف والسين والتاء دي على طول اعرف ان هو ثلاثي مزيد بثلاث حروف. طيب ده لو انا عندي الفعل ثلاثي. لو عندي الفعل اصلا رباعي اربع حروف وانا زودت عليه، بزود له ايه؟ الا حرف، الا حرفين. زي مثلا تدحرج اصلها ايه؟ اهي دحرجة، زودت لها انا ايه؟ حرف التاء في الاول. اطمئنان مزود لها ايه؟ مزود لها اطمئن، المفروض مزود لها الالف ومزود لها الشده اللي على النون. يبقى الرباعي بزوده ايه؟ لحرف يا اتنين. الثلاثي ممكن ازوده ايه؟ حرف او اتنين او ثلاثه. يبقى انا عندي الفعل يا مجرد يا مزيد. يعني ايه مجرد؟ يعني مجرد ما فيهوش اي حروف زياده، هو ثلاث حروف او اربع حروف، مش حاطه له اي زياده. طب امتى يكون، امتى يكون مزيد؟ مزيد ده لو انا حطيت له حروف زياده زي ناقش او شرفه او انطلق او انتصر، ده كده اربع حروف، او استغفر كده حطيت له ثلاث حروف، او كان رباعي وحطيت له حرف زي دحرجه او اطمئن حطيت له حرفين. يبقى انا عندي الفعل نوعين، يا الا ثلاثي مجرد ورباعي مجرد، يا الا يبقى ثلاثي ورباعي ومزيد. مثلا كده يا نور، لو قلت لك مثلا كلمه استجاب، كلمة استجاب دي المفروض أقول أصلها إيه لو أنا هشيل الحروف الزيادة؟ أجابة أجابة. ماشي، أنت رجعتي للماضي أجاب. طب هنا كده زودت لها كم حرف؟ أو رباعي أنا مزود لها كم حرف في الأول هنا كده؟ ثلاث ايه؟ ثلاث حرفين، ثلاث حروف صح؟ لا حرفين، ايوه استجاب حرفين، اللي هي الف والسين والتاء، الثلاث حروف الاولانيين. ايوه تمام. يبقى مزوده لها الف والسين وتاء، يبقى المفروض ان هي اصلها ايه؟ اجاب. استجاب اصلها اجاب، يبقى ده المفروض اقول ايه؟ مزيد بثلاث حروف، الالف والسين والتاء مزيد بثلاث ايه؟ حروف. يبقى انا عندي مزيد بحرف وحرفين وثلاثه. ده بيجي مع مين؟ مع الفعل الثلاثي لما يكون ثلاث حروف. زي ما اقول مثلا كلمة يا ياسين، بقول مثلا استفتح، اصلي استفتح ايه؟ فتح فتح. يبقى انا كده زودت كام حرف؟ تفتح لا زودت استف ف ثلاثة ثلاثة. ممتاز، الألف والسين والتاء. نخلي بالنا لو جه مثلا فعل زي ما أقول يفتح، تقول لي يا ميس أنت مزودة حرف الياء، هقول لك لا، إحنا قلنا الفعل المضارع بزود برجعه للماضي، يبقى ما احسبش الياء أو التاء لما بتيجي في الأول اللي هم بتوع المضارع، ما بنحسبهمش نهائي، بحسب بس الحروف الزيادة، لكن الفعل المضارع برجعه للماضي عادي، لكن الحروف الزيادة ما بحسبهاش. وكمان لو قلت مثلا الفعل فتحت تاء التأنيث اللي في الآخر برضه ما بنحسبهاش في المزيد. يبقى في المزيد في حاجتين ما بنحسبهمش، الياء والتاء بتاعت المضارع والتاء بتاعت الفعل المضارع اللي في الاخر، هي تاء التأنيث اللي هي زي فتحة كده. يبقى في حاجتين ما نحسبهمش لو لقيناهم في الجملة. لو قال لي مثلا فتحت الفتاة مثلا النافذة، هاجي اسألكم مثلا الفعل فتحت ده مجرد ولا مزيد؟ هتقولوا لي ايه؟ في حد يتلخبط تقولي ده مزيد اهو يا ميس مزودين له حرف في الاخر، هقول لا، هنقول ده مجرد لان تاء التأنيث لا تحسب،
ده التانيث ليه؟ لا تحصى، فساعتها اقول ايه؟ ده ثلاثي مجرد. مثلا يا محمد لو قلت لك مثلا ينصر، او بلاش ينصر، مثلا انتصر المحاربون في الحرب، فين هنا الفعل؟ محمد فعلا. الفعل هنا انتصر صح؟ ايوه طب انتصر دي اصلها ايه؟ اصلها حاضر يا باشا، رجعها للماضي. حاضر يا باشا، منتصر لا الماضي ليه 3 حروف ولا 4 حروف؟ فاز. هيبقى نصر. انتصر اصلها ايه؟ نصر. هنا كام زودت كام حرف فوق؟ مزودين حرف، لا حرفين، حرفين حرفين، الالف والتاء. يبقى ساعتها اقول ده ايه نوعه؟ ايه هتقول لي؟ اقول ثلاثي. لك، ثلاثي مجرد. لا مش مجرد بقى، ما احنا لقيناها في الجمله مش مجرده، احنا اللي رجعناها اللي خليناها، لقيناها ثلاثي ايه؟ مزيده. هنقول ثلاثي مزيد بكم حرف زي ما انت قلت؟ بحرفين. طيب نعمل واحدة كمان. لو ما قلنا مثلا يلا يا نور، ما اقول لك مثلا استفتح التاجر بالبضائع، فين هنا الفعل؟ فين هنا الفعل؟ افتح استفتح. طيب استفتح هنا اصل استفتح ايه اصلا؟ فتح ماشي فتح. طب هو كده زود لي كام حرف؟ 3 ثلاثة. يبقى ساعتها اقول ايه؟ طبعا هو مزود لي، لقيت ان هو مزود لي، هقول ايه؟ ثلاثي الفعل اللي اصله ايه؟ ثلاثي. ثلاثي مجرد. لا مش مجرد بقى، مجرد دي لو لقيت الكلمة قدامي مجردة، يعني هنا فتحت، او فتح فتحت الفتاة، واحنا قلنا التاء دي مش هتتحسب، يبقى هنا ثلاثي مجرد. انا لاقيها في الجملة ثلاثي مجرد، لكن انا استفتحها انا لقيتها ايه؟ فيها زيادة. طب ما لقيت فيها زيادة هقول ثلاثي مزيد، ملاقي الكلمة فيها زيادة بقول ثلاثي مزيد، واشوف بقى كم حرف زودناه. احنا مزودين كم حرف في الجملة؟ الفعل فيه كم حرف زيادة زي ما انت قلتي؟ ثلاثة. يبقى اقول ثلاثي مزيد بايه؟ بثلاث احرف. طيب ياسين نقول مثلا استغفر استغفر. تمام المذنبون مثلا، تمام فين هي الفعل؟ استغفر. طب اصل استغفر ايه؟ استغفر استغ استغفر يستغفر يبقى ايه؟ غفر. غفر. تمام. هنا كده هسمي استغفر ده ايه؟ ثلاثي رباعي، لا احنا رجعناه للغفرة. كده كام حرف؟ ثلاثة ثلاثي. يبقى ثلاثي. تمام. طيب احنا لقيناه ثلاثي ايه؟ في استغفر دي كانت مزيدة، فيها زيادة ولا ما فيهاش زيادة؟ كان فيها زيادة يبقى هنسميه ثلاثي ايه؟ مزيد ولا مجرد؟ مزيد. مزيد. ممتاز. طيب مزيد. طب الثلاثي المزيد ده لقيناه هو متزود بكم حرف؟ بثانية ثلاثة يبقى نقول ثلاثي مزيد بإيه؟ 3 أحرف. بس. طب بص معلش حاجة، هو دلوقتي استغفر مش ده أصلا فعل، يعني حد بيكون بفعل الاستغفار صح؟ طيب غفر بقى فعل ماضي منها ازاي؟ انا بقول مش استغفر، استغفر أصلا تعالى ماضي؟ نرجع للموضوع. طب الاول استغفر، ماشي استغفر ده ايه؟ يغفر، يغفر. يستغفر او يستغفر. يستغفر تمام يستغفر. اهو تمام كلمة يستغفر. طيب انا عايزة اشيل الياء، يبقى نقول ايه؟ استغفر صح؟ استغفر
طيب اه انا بقول انا في الكلمه دي اصلا مزوده لها حروف، انا بقول هنا الفعل اصلا اصله ثلاثي 3 حروف او 4 حروف، هنا عندي الكلمه فيها كم حرف؟ ست يستغفر. حروف استغفر فيها 6 حروف صح؟ طب ست اه حروف دي ينفع ان انا الاقي كلمه قدامي فيها 6 حروف؟ ست حروف اللي قلنا قايلين ثلاثي او رباعي؟ لا رباعي، ثلاثي ورباعي، يبقى احنا عايزين نرجعها للاصل بتاعها اصلا، اصل الكلمه مش اصل الماضي، اصل الكلمه بتاعها ايه؟ غفرة. يعني اشيل منها الزياده، يعني هقول ايه؟ غفره، خلاص خلاص فاحنا فهمت فهمت بنرجعها لاصل الكلمه اللي انا ما اقدرش ماشي. امسح منهم، يعني ممكن اشيل الالف والسين والتاء، ممكن اشيل حرف الغين او الفاء او الراء، لا دي حروف اصليه يعني برجعها للحروف الاصليه بتاعتها يا ياسين. وصلت ولا لسه شويه؟ وصلت خلاص تمام. يبقى احنا بنرجع الكلمه للاصل بتاعها، امتى ارجعها للماضي؟ لما الاقي الفعل عندي مثلا مضارع، زي مثلا ما قلت فوق يفتح، يفتح دي فعل مضارع، فرجعها ساعتها للماضي يبقى ايه؟ فتحها. يبقى لو لقيت مضارع برجعه للماضي، لو لقيت الكلمه جمع زي مثلا ما قلنا مثلا في الاول يلعبون، يلعبون ده هنرجع الاول الكلمه للمفرد عشان اعرف ارجعها لاصل الكلمه، الحروف الاساسيه اللي فيها يبقى ايه؟ يلعب. طب يلعب ده كده ايه؟ مضارع، انا عايزاها ماضي يبقى لعبه. يبقى انا برجع الكلمه لاصلها تبقى ماضي وتبقى فيها حروف اصليه. انا هنا عندي كلمه استغفر دي اصلا ماضي، انا عايزه بقى ارجعها للحروف الاصليه بتاعتها اللي هي كلمه ايه؟ غفره. وصلت ولا لسه شويه؟ اه بص بص تمام. يبقى احنا عندنا الكلمه بنرجعها للاصل بتاعها من غير ما فوق ما تبقاش فيها اي حروف زياده، هم اصلا الكلمه بيدخلوا عليها حروف زياده، انا بشيل بقى الحروف الزياده بتاعتها دي، بشوف هي كانت 3 حروف ولا 4 حروف اصلها. طيب بعد ما اشوف ان هي 3 حروف ولا 4 حروف، لو هو مزود لي عليها حروف بسميها مزيد، لو هو مش مزود لي عليها حروف بسميها ايه؟ مجرده. طيب تعالى كده نحل بالحلها، يعني هنستوعب اكتر. يلا يا نور. قدم العلماء علوما نافعه، قدم العلماء فين هنا الفعل اول حاجه؟ قدم تمام قدم، تعالى كده نبص على قدم، لقينا فوقي ايه؟ شده اهي صح؟ ايوه يبقى هنسميها ايه؟ تضعي تضعيف. يبقى هنا ثلاثي هنسميه ايه؟ مزيد. كمان لقيت في حاجه زياده هنسميها ثلاثي ايه؟ مزيد ولا مجرد؟ ممتازه، ثلاثي مزيد مزيد بحرف واحد بحرف اللي هو ايه الحرف ده؟ اللي هو التضعيف. التضعيف. ممتاز. يلا يا محمد، ما اقول مثلا استفهم الطالب عن السؤال، فين هنا الفعل؟ ماشي، استفهم الطالب عن السؤال الفعل. استفهم. استفهم. تمام. استفهم دي لقيت فيها حروف كتير، اكيد هو مزودها لي. طيب مزود لي كام حرف كده؟ تعالى نبص، اصل استفهم دي استفهم. الحروف الاصليه اللي فيها حروف ايه؟ الفاء والهاء والميم، يبقى فاهمه. تمام. طيب يبقى انا اقول ايه الفاهمه ده؟ فهم الطالب ماشي فاهم، اقول ايه؟ ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي. تمام ثلاثي. طب كان مزود له كام حرف؟ مزيد بكام؟ زود له ثلاثة. يبقى مزيد ب3 حروف. طب ايه هما ال3 حروف؟ ألف وسين وتاء. يبقى ألف وسين وتاء. ممتاز. طيب يلا ياسين. انتشر يلا الأمان في أنحاء البلاد، فين هي الفعل؟ انتشر الايه الامان في انحاء الأمن البلاد. في أنحاء البلاد، فين الفعل؟ انتشر. تمام انتشر. طيب أنا عندي انتشر دي عايزة أشوف الكلمات الحروف الأصلية بتاعتها إيه؟ نشر. نشر. تمام. يبقى نشر ده كام حرف؟ ثلاثي ثلاثة. يبقى نون ثلاثي. طب كده اه احنا لقيناه مزوده فهنسميه ايه؟ مزيد. نزيد طب بزوده كام حرف؟ انت شفت كده بزوده كام حرف؟ ثلاثة. لا اثنين. 2 حرفين، ايه هما؟ الألف الألف والتاء. والتاء. ممتاز. طيب يلا يا نور. حاسب المدير المقصرين، هنا فين الفعل؟ حاسب
ممتازة، حاسب. طيب المفروض أصل حاسب دي الحروف الأصلية اللي فيها إيه؟ حرف إيه وإيه وإيه؟ الحاء والسين والباء. يبقى حسب. تمام. طب هنا كده ده إيه، ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاث. ثلاثي. ممتاز. طب ثلاثي، طب أنا لقيته أصلا ما رجعت للأصل، لقيته أنا مزوده إيه؟ مزوده، يبقى أسميه ثلاثي مزيد ولا مجرد؟ مزيد. مزيد. ممتاز. طب ثلاثي مزيد بكم حرف؟ حرف بحرف حرف واحد اللي هو ايه؟ الألف. الألف. ممتاز. يلا يا محمد، تزلزلت الأرض، فين هنا الفعل؟ حاضر يا مستر. تزلزلت الأرض. الفاعل مش الفعل. الفعل، احنا بندور كل حاجة على الفعل. فعل تزلزلت. تزلزلت. تمام. تزلزلت هنا الفعل أصلها ايه؟ تزلزلت فتح. الفاعل تزلزلت. الحروف الأصلية اللي فيها ايه؟ زلت. زل زلة، أصلها زلزلة صح؟ ايوه. تمام. طب زلزلة كده احنا ايه؟ الفعل هنا كام، ثلاثي ولا رباعي؟ ها يا محمد، ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاثي. ايه ثلاثي. زلزلة هي كام حرف قدامك؟ 3 حروف ولا 4 حروف؟ أربعة يبقى يبقى رباعي. رباعي. طيب رباعي. طيب احنا لقيناه في حروف زيادة، فنسميه مزيد ولا مجرد؟ بس لقينا رباعي في حروف مجرد. زيادة فنسميه ايه؟ مزيد. طب هنا زودوا كام حرف؟ تزلزلت قدامك مزودها كام حرف؟ اثنين. لا احنا قلنا في حاجة وانا بقولها لكم فوق، لو خدت بالكم قلنا لو لقينا في تاء تأنيث في الآخر ما نحسبهاش خالص. يبقى كده مزود كام حرف؟ وزيدها زود كم حرف؟ تاء التأنيث اللي في ثلاثة. الآخر ما نحسبهاش، يبقى كده مزود كام حرف؟ اثنين. برضو ما لا احنا مش هنحسب التاء واحد. اللي في الآخر، يبقى واحد بس. يبقى الثلاثي مزيد بإيه؟ بحرف اللي هو التاء اللي في الأول، لكن التاء اللي في الآخر اللي هي مؤنثة ما بنحسبهاش. تاء التأنيث اللي بتيجي في الآخر ما نحسبهاش. يعني زي ما أقول فاهمة، زي ما أقول فاهمة، زي ما أقول فاهمة، يبقى التاء دي معانا ما نحسبهاش خالص. تاء التأنيث ما نحسبهاش. يلا يا ياسين، تفتحت الأزهار في الربيع، فين أنا الفعل؟ تفتحت الأزهار في الربيع. تفتحت. تمام. تعال نرجع تفتحت دي للأصل فتح بتاعها، أصل بتاعها كام فتح حرف؟ فتح. فتح تمام ثلاثة. تمام ده هنا كده كام حرف؟ ثلاثي. ثلاثي ده إيه؟ ثلاثي. ثلاثي إيه؟ مزيد ولا ثلاثي. مجرد؟ لا مزيد. تمام ممتاز، لازم ازيد. طيب زودنا كم حرف؟ مزيد. ثانية. اثنين. احنا قلنا تاء التأنيث اللي في الاخر ما بنحسبهاش، ما نشوف اي تأنيث واحد في الاخر ما واحد نحسبهاش، يبقى واحد. واحد مزيد بحرف اللي هو ايه؟ التاء. التاء. يبقى لو لقيت فعل يعني حرف مضارع اللي هو زي الياء مثلا يفتح ما نحسبهاش، نرجعها للماضي يبقى فتح على طول ما نحسبهاش، لان تاء التانيث في الاخر برضو ما نحسبهاش. يبقى دول حاجتين ما بنحسبهمش لو لقيناهم فين؟ في الكلمه، الحروف المضارعه وعشان برجعها للماضي والتاء التانيث. تمام. ماشي. بس تعال نحل اكتر. لو حد معاك كتاب صفحه 207. اوكي بس يلا يا نور، أول سؤال. واحدة بس هفتح بس المسكة. أول سؤال، اطمأن المعلم تلاميذه حول الامتحان. نوع الفعل طمأن مجرد رباعي. ممتازة. مجرد رباعي، ما فيهوش أي زيادة شفناها، يبقى مجرد. طب ما فيهوش زيادة بس مش هنسميه مزيد. يلا يا ياسين، رقم 2. ايوه.
رقم 2، أكبر قطة في مصر هو النوع القبلة ثلاثي مزيد بحرف الألف. لا مش الألف، ما مش هتبقى قبلة، يبقى احنا سميناها ثلاثي مزيد بحرف ايه؟ الهمزة مش الألف، بسميها الهمزة. طب مش شايفة الهمزة قدامي؟ بسميها بالهمزة. انت ممتاز، قلت ثلاثي مزيد بحرف بس ما بسميهاش الألف، بسميه الهمزة. ماشي بس تمام، يلا يا محمد رقم ثلاثة. حاضر يا مسافة. 3، تعاون الأولاد في نظافة الفصل. الفعل ثلاثي مزيد بحرفين وهما على الترتيب. انا لو انا عايزه اطلع الحروف الاصليه الثلاثي، الثلاث حروف الاساسيه، اصل الثلاث حروف تعاون دي، ايه الحروف اللي ما اقدرش استغنى عنها؟ حرف ايه؟ عين عين. وألف وواو ونون. لا نشيل بقى واحد منهم، هنزيدهم ثلاثه، يبقى عين وواو والنون، دول ما اقدرش استغنى عنهم، اللي هي تعاون عونه، ما اقدرش استغنى عن الثلاث حروف دول، صح؟ صح. تمام، ايه بقى الحروف الزياده بعد ما شلت منها الحروف الاصليه؟ يبقى فين الحروف الزياده؟ ايه هم اللي موجودين؟ الحروف الزياده تاء موجوده وألف. التاء والالف. ألف ألف. التاء والالف، ممتاز. يلا يا نور رقم اربعه. أسألك سؤال يا مس، هو ليه في رقم ثلاثة يا مس مدينا اختيارين، الألف والتاء، والتاء والألف، إيه الفرق ما بين الاتنين دول؟ هي الحرف اللي جاي في الاول التاء ولا الالف؟ احنا بنمشيها بالترتيب، عندنا حرف الاول الزياده هو كان حرف التاء، بعد كده حرف الزياده اللي حطه تاني حرف الالف، يبقى بنمشي بترتيب الكلمه. لو عندي الاول كان الالف كنا نقول ساعتها الالف الالف والتاء. يبقى نركز بالترتيب اللي قال عليه، احنا عندنا تعاون، هو الاول مضيف الف وبعد كده بنضيف، من قصدي بنضيف التاء الاول وبعد كده بنضيف الالف، عشان كده قلنا تاء الف ما قلناش الف وتاء. تمام. تمام، الطلاب ينصتون إلى شرح المعلم، الفعل تمام. ينصتون. الأول لما ألاقي الفعل عندي جمع بخليها مفرد، يبقى أشيل الواو والنون، هيبقى إيه؟ ينصت، صح؟ ينصت، أيوه، يبقى ينصت نصت. ده فعل ماضي كده، مزود المفروض أصل الكلمة إيه؟ يبقى ثلاثي مزيد بثلاث أحرف. لا ما إحنا قلنا هنشيل الواو والنون دي في الجمع، ما نعتبرش الجمع يا جماعة زيادة، أي جمع بنخليه مفرد أكننا مش شايفينه، يبقى الجمع في عيننا تمام، شايفينه مفرد، ما نحسبش ثلاثي الجمع ده مزيد حروف، بحرف. يعني الواو والنون دي ما تتحسبش زي التاء التأنيث ما تتحسبش. يبقى عندي نزيد بايه بقى؟ ثلاثي مزيد بحرف واحد. ممتازة، ثلاثي مزيد بحرف واحد. يلا ياسين، يبقى انا عندي الجمع ما بحسبهوش في الزيادة، ولا التاء التأنيث بحسبها في الزيادة، او افعال ولا الفعل المضارع بحسبه في الزيادة. يلا ياسين، يشرق الربيع فيكسو الأشجار خضرة فنسعد بصنيعه ونفرح بقدومه، الفعل المزيد في الجملة السابقة، أي فعل فيه زيادة؟ ثانية ثلاثة وراحة. خلي بالك عشان نسعى الجملة دي نسعى يعني فخ، خلي بالك السؤال ده نسعى فخ. نسعد لا نسعد دي اصل الماضي بتاعها ايه؟ سعادة. سعد، يبقى هو جايبها لي مضارع، انا قايله لك حروف المضارع ما نحسبهاش. ماشي لا شوف اي كلمه فيها اصلا ماضي، فين اللي هي هنا الفعل اللي ماضي؟ يكسو وهنا فيكسو، بس لسه بيقول لك فيكسو الاشجار، يبقى هنا ده مضارع، جايب لنا مضارع، انا هرجعه للماضي بتاعه فهيبقى كسر، وبرضه هنا ما عملتش حاجه، يبقى هنا ده يسرق. برضه لا كان فعل مضارع. ما كلهم مدري بس اصلا لا في واحد مش مضارع، من معنى الكلمه هتفهمه. نفرح. او بص حاطط لك عليها ايه، يشرق الربيع، خلاص في الفعل الماضي يشرق الربيع يعني اشرق، خلاص عشان كده هتلاقي حاطط لك عليه حرف الضمه. يسرق دي مضارع. هنا لا بالضمه مش اشرق يشرق الكلام، لا طالما حط عليه ضمه
يبقى بيقول لك يشرك الربيع قصده بان هو خلاص اشرك، طيب مصر. يبقى ده اكن هو حاطه لك ماضي. هنا يبقى ايه فعل ايه؟ مزيد بحرف. تمام، معلش يا ياسين حل لي السؤال اللي بعديه كمان، رقم 6. ركز هنا، مين اللي مزودينه؟ الف ونون. فعل المزيد بالألف والنون. انطلق طلع اتنقل نقل لا انتزع نزع لا هي أول واحدة دي انتقى طب صح؟ انت تعالى نشوف كده عشان اعرف القطعه دي، اعرف اقول ايه الحروف الاصليه اللي في الكلمه، ايه الحروف الاصليه اللي هي لا الاساسيه في الكلمه. انطلق انطلق ايوه قصدي انطلق. ممتاز، عشان اصلها ايه؟ طلقه، شلت الالف يبقى الالف والنون هنا زياده، لكن انتقل اصلها ايه؟ نقل، يبقى الالف الزياده الف وتاء مش الف ونون. طيب انتزع يبقى نزع، يبقى الزياده الف وتاء. انتقى اصلها نقيه، يبقى الزياده برضه الف وتاء، يبقى الثلاثه دول كانوا اصلهم الزياده فيهم الف وتاء، لكن دي الوحيدة اللي الزيادة فيها ايه؟ ألف ونون. أي عشان دي تبقى ايه؟ المفروض تبقى نقلة، يبقى مزودين ألف وتاء بس. انتزع نزع، يبقى مزودين ألف وايه؟ وتاء. احنا عايزين اللي مزودين ألف ونون. تمام. يلا يا محمد. المؤمنون يرضون بقضاء الله. محمد؟ أيوة يا مس، المؤمنون يرضون بقضاء الله، الفعل من هنا الفعل يرضون. يرضون. تمام، خلي بالك يرضون اول حاجه جت جمع، المفروض ارجعها ايه؟ مفرد، يبقى ايه من غير واو والنون، واحنا قلنا طبعا الواو والنون ده مش ايه؟ مش زياده. طب يرضون هنا جايه فعل مضارع اصلا ولا جايه فعل ماضي؟ فعل مضارع. هتبقى ايه؟ يرضى، هنشيل الجمع يرضون، هنشيل الجمع بتاعها.